إذا كان الرجل يتسحر فأذن المؤذن قال أذان الثاني وفي فمه أكل هل ينضعه ويبتلعه أم يخرجه؟ الظاهر أنه يخرجه لأنه قد دخل الوقت. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول أن له أن يأكل إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، وهذا هو مذهب محمد ناصر الدين الألباني. المذهب الثاني أنه قال حال ما يأذن أنهم يمسكوا ولا يأكل، فإذا أكل فقد أفطر. وهؤلاء قادوا على قسمين، القسم الأول أهل المذهب الهادوي صاحب الأزهار وصاحب بيان بن مظفر، قال أنه يرجمه الأكل الذي في يده وبعدها يؤذن، فالذي في رؤوس الجبال يصح صيامهم والذي في المدن لا يصح صيامهم، لأن الذي في المدن ما يتحلج الذي في فمه إلا بعد أن يسمع المؤذن الذي في الحارة، والمؤذن الذي في الحارة ما يؤذن إلا بعد ما سمع مؤذن الجامع الكبير أو مؤذن الإذاعة. وهذا واللحظة هذه العشر الثواني أو الدقيقة أو النصف الدقيقة بيأكل فيها وقد دخل الوقت. هكذا صاحب مثل الأزهار وصاحب بيان بن مظفر، فعندهم يجب على الإنسان أن يمسك قبل ما يؤذن المؤذن بدقائق، لأنه بيأكل اللقمة ويشرب. وقالوا للكذاب يؤذن المؤذن في مسجد الحارق وهو طرحها، فاللحظة الأولى الذي قالوا سمعنا المؤذن بيقول حي على الصلاة أو بيقول الله أكبر وهو بيشرب، في حين أن الوقت قد دخل قبل دقيقة، لو ما ضرب المدفع لو ما أذن في الإذاعة وبعد أذن والمؤذنين الآخرين. هذا مؤلف مثل الأزهار، ولكن مؤلف الأزهار البحر الزخار الإمام المهدي اختار بأنه الذي في الجبل مخاطب بأنه يمسك حال ما يطلع المدفع يضرب المدفع أو حال ما المنتشر يطلع المنتشر. وأما الذي في المسجد أو الذي في البيت فلا بارع يأكل لو ما يسمع الأذان، ولو ما سمع الأذان إلا من نصفه. لماذا؟ قال لأن القرآن قال حتى يتبين، وصاحب البيت الذي في المسجد ما تبين له إلا حين سمع بيقول حيا على الصلاة حيا على الولع وأمسك. أما إنه يقضي الصيام لأنه قال المؤذن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا زال يشرب أو يأكل فلا، وهذا أعدل البلاهر.